الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا حقا وصدقا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أخوة الإيمان والإسلام، كل عام أنتم بخير. ما زلنا في رحاب نفحات شهر رمضان المبارك، ذلك الشهر العظيم الذي اختصه الله تبارك وتعالى بالعديد من المزايا، منها أنه شهر الفرح والسرور. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. أخوة الإيمان، من تلك الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بالقاهرة، ننقل لحضراتكم شعائر صلاتي العشاء والتراويح. يؤمنا في صلاة العشاء الدكتور مصطفى عبد السلام، إمام وخطيب مسجد مولانا الإمام الحسين، ويؤمنا في صلاة التراويح
فضيلة القارئ الشيخ السعيد فيصل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. والآن إلى إقامة الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. احنا ما بنرددش التكبيرات ماشي. حقا وصدقا ويقينا لا إله إلا الله. سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا ولا تفضحنا لا بين خلقك ولا بين يديك. استقيموا واستووا. الله أكبر. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله. الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. يسبح له فيها بالغدو والآصال.
رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله سمع الله لمن حمده الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام بسم الله الرحمن